أنا بحاجة إلى ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، في كل يوم النبي محتاج إلى صلاتنا عليه؟ قطعا لا، ده صلى عليه رب العزة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبحان الله، جعل الله الأمر بالصلاة على النبي بعد الإخبار بأنه هو قد صلى عليه وأن الملائكة يصلون عليه. قالوا من الحكم في ذلك ألا يتوهم أحد منا أن النبي محتاج إلى صلاتنا عليه. لو جاء الأمر مباشرة يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي، لو جاءت الآية هكذا لتوهم البعض، نعم يعني يلا همتكم شيلوا مع النبي. لا، جاء الإخبار أولا أن الله قد صلى عليه، يعني أغناه عن صلاة المصلين عليه. ولكن تريد ترتقي أنت، ادخل في هذه البركة، اشتغل بعمل نسبه الله تعالى إلى نفسه وعطف عليه ملائكته فيه. والصلاة من الله الرحمة المقترنة بالتعظيم، وهي من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. تأمل لما 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 جاء الأمر بالصلاة على النبي، ذهب الصحابة إلى المصطفى وقالوا له يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، علمنا كيف نسلم عليك لكن كيف نصلي عليك؟ قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث. تأملوا، قال قولوا اللهم صلي، طب نحن صلينا عليه أو طلبنا من الله أن يصلي عليه؟ أنت صليت عليه وقلت اللهم صلي عليه، أنت طلبت من الله أن يصلي عليه، فصلاتك عليه أن تطلب من الله أن يصلي عليه. أما حقيقة الصلاة عليه لا يقوم بها إلا رب العزة سبحانه وتعالى، هو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة على النبي فيها تفريش كروب، فيها قضاء ديون، فيها قضاء الحوائج، فيها حديث وردت بذلك. الصحابي الذي قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، هذا حديث حسن والبعض رفعه إلى الصحة، قال ما شئت، قال أجعل لك ربع صلاتي، يعني ربع أوقات الأذكار بعد القرآن والأذكار الواردة، أجعل الوقت كله بعد ربع الوقت صلاة عليك. قال ما شئت وإن زدت فخير، قال أجعل لك ثلث صلاتي، قال ما شئت وإن زدت فخير، النصف، ما شئت وإن زدت فخير يا رسول الله، أجعل لك ثلثي صلاتي، قال ما شئت وإن زدت فخير، يعني على كيفك لو زيد خير. قال إذا أجعل لك كل صلاتي يا رسول الله، قال إذا تكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك، يعني أنت المستفيد، لا تتوهم أني محتاج إلى صلاتك علي. إذا هذه فائدة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الفائدة الأعظم من ذلك كله، من تفريج الهم وقضاء الدين. نحن نسمع أن الحديث الصحيح قال فيه صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. ما معنى صلاة الله علينا؟ قلنا أنها رحمة مقرونة بالتعظيم، لكن اسمع نص على مفهوم الصلاة من الله على العباد. قال الله عن ذاته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذا صلى الله علينا، ما الثمرة؟ ما هي علة صلاة الله علينا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فثمرة صلاة الله علينا أن نخرج من الظلمات إلى النور. ونحن إن صلينا على سيدنا محمد صلى الله علينا عشرا، أي أخرجنا من الظلمات إلى النور عشرا. صلينا على النبي عشرا، خرجنا من الظلمات إلى النور مئة. صلينا على النبي مئة، خرجنا من الظلمات إلى النور ألفا. من هذا الذي يفرط في الصلاة على النبي؟ إذن تريد معنى أرقى؟ معنى أرقى، معنى أرقى، خروج من الظلمات إلى النور، هذا الشيء الراقي الكبير. لكن اسمع، هل يستحق النبي أن تصلي عليه لو لم يكن للصلاة عليه فائدة أو لا يستحق؟ هل أحسن إليك؟ هل له حق عليك؟ هل تفضل عليك؟ إيه والله، ما أحسن إلينا أحد في الوجود من الخلق كإحسان سيدنا محمد أبدا. أخرجنا الله به أصلا من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الغفلة إلى الحضور، من الإعراض إلى الإقبال، من النار إلى الجنة. لا يوجد في الخلق من هو أمن علينا من سيدنا محمد. لو لم يكن في الصلاة على النبي وعود عظيمة كالتي ذكرناها، يكفي إن صدقت في حبك لرسول الله أن تمضي وقتك في الصلاة والسلام عليه، فكيف وقد وعدت بالمكافأة؟ إذن ورد من الصلاة على النبي.